عمر بزون عبد الرحيم، رئيس جمعيه ولايه 300 التعاون، اللي الجمعيه اللي غتصحاب على الصيانه ديال الدراجات الهوائيه اللي تطرقات حاليا اليوم بمبادره مع من شركه فورسيا اللي في السجل ديالها في المنطقه. الجمعيه غتقوم بالصيانه والسويفي ديال الدراجات الهوائيه مع التلاميذ. غتكون على مستويين، مسجلة في حالة ما كان شي عطاب كيشكل أو لا على في البداية ديال السنة، في الوسط ديال السنة، في نهاية ديال السنة. هكا كنحاولوا نضمنوا واحد الاستمرارية للمشروع هذا على الأقل واحد